معناها بعد ما تحكي لي على الفار انا نتمناو باش يكونوا كما قلت بذلك اللقب يكون اقل اهميه دونك فماش عليه باش نروح حاجات غريبه فهمت ولكن نتمنى تكون مباراه ممتازه مباراه نستمتع فيها بيان سور نتمناو الفريق التونسي الترجي التونسي هو اللي يفوز بالكاس هذايا اللي هربت عليه عملوها بطريقه غريبه ضد الرجاء ان شاء الله السنه يروح بها لتونس تتويج اخر الخزينه الترجي والخزينه نتاع تونس ولكن نعرفوا الناس كل توا كيفاه داخله بعضها شويه الكاف وكما سمعنا امير على كل 24 مليون دولار نتاع احمد ما نجموش نتعديهم ما نحكيوش عليهم كيفاه خرجت التقارير وكيفاه فما خرج اسم احمد ولقجع ونسيت شكون الاسم اخر ذا اللي مصري كان صدقني ربي من بعد الشكوى اللي عملتها النيجيريه اللي كانت تخدم معها في الكاف دونك هذا كل ما نجموش نجموا نحكيوا على كيفاه كانوا فما رؤساء نتاع جامعات عربيه كيفاه كانت تمشي تعمل عمره على حساب الكاف كيفاه كانوا فما شكون يمشيوا معناتها يخلصوا في ليبيريا بجورج ويا يشد هو رئيس ليبيريا السياره الفخمه والدار الفخمه اللي خذاها احمد على حساب الكاف في المغرب الرحلات اللي غير مبرره بالطائره وبغيره معناتها رينا تقرير كامل نتصور اللي توا اللهم لا شماتة ولا معاله ولكن اللي يعمل بيديه لا صاليه كما نقولوا انت خويا استمتعت بفلوس العام فلوس الكاف فلوس تعب عباد واشتراكات ودي دروا تيلي و100 الف حاجه في حاجه ولعبت بعرق برشا جمعيات زاد ما نقدوش نسميه توا خاطر انت كنت ناحيه لقب من جمعيه لجمعيه اخرى لعبت بعرق ومشاعر نتاع جماهير وجهه كامله وبليد دونك كان تقارير هذه صحيحه اسمارينا وحنا نعرفوا اللي صحيحه تصور لي الوقت نتاع احمد وبرشا اسامي اخرين باش يكون معدود معناتها واضح هو وقت احمد حسب التقارير والموقع هذايا اللي فما عجز مالي في خزينه الاتحاد الافريقي لكره القدم بقيمه 20 مليون دولار 24 مليون دولار معناها مبلغ اشوف ليش نحكي اليوم على فساد احمد برشا نخليه القضاء نخليه الاتحاد الدولي لكره القدم يحكم في الموضوع هذا عبوده هكا نكون